السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على القرعه اللي اجريت في الكاميرون واللي شهدت تواجد بعض المنتخبات القويه وبعض المنتخبات المتوسطه في مجموعه المنتخب الوطني. القرعه اللي صراحه يعني بعض المجموعات متوازنه في يعني صراحه فيها فرق متكافئه في المستوى، لكن ما يهمنا هو مجموعه المنتخب الوطني. مجموعه المنتخب الوطني فيها المنتخب السيراليوني، منتخب غينيا الاستوائيه وكوت ديفوار. هذه هي مجموعه المنتخب الوطني. إذن منتخب السيراليوني، منتخب هذا السيراليوني منتخب عائد، منتخب يريد أن يرجع أمجاده وتاريخه المعروف، يعني منتخب سيراليون منتخب محترم سابقا، يحاول يعني يرجع ويحاول أنه يرجع. منتخب يعني لاعبين تاعو مش معروفين فيه، اللي يلعبوا في بطولات خليجية، فيه لاعب مصطفى باندو اللي يلعب في نادي أندرلخت. المنتخب الآخر هو منتخب غينيا الاستوائية. هذا المنتخب اللي صراحة يعني يتطور شيئا فشيئا، عنده بعض اللاعبين اللي يلعبوا في بطولات أوروبية وخليجية، من بينهم يوجد لاعب يلعب في نادي قادش الإسباني، وهذا اللاعب يعني يملك جنسية إسبانية، يعني القانون الباهاماس اللي ساعدهم وجلبوا لاعبين يعني عندهم جنسيتين سواء إسبانية أو غيره. كأيضا يوجد لاعبين في دوريات البرتغالية الدرجة الثانية، ولاعبين يلعبوا في بطولات محلية إفريقية وبطولات خليجية. هذا هو المنتخب غينيا الاستوائية. المنتخب الآخر منتخب معروف، منتخب الكوت ديفوار. منتخب الكوت ديفوار يعني لك عديد من النجوم، لعبنا معاه في كأس إفريقيا في الربع النهائي وفزنا عليه بضربات الجزاء، بعد وصولنا إلى ضربات الجزاء كنا متعادلين هدف لهدف. هذا المنتخب يملك مجموعة من اللاعبين المعروفين، منهم حتى زملاء زميل منهم حتى زميل لاعب إسماعيل بن ناصر فرانكيسي، فيهم زاها، عندهم سيباستيان هالير، هذا اللي كان يلعب في وسهام مع سعيد بن رحمه وانتقل لنادي اجاكس. عندهم ايضا لاعب جيريمي بوجا، لاعب ساسولو الايطالي، لاعب هذا لاعب ممتاز، لاعب يعني سريع. ويلفريد سينغو لاعب تورينو، هذا ايضا لاعب معروف، لاعب كوت ديفوار، لاعب ايفواري، هذا معروف في تورينو، لعب في الدوري الإيطالي نادي تورينو، يلعب دائما أساسي، عديد من القبلات يلعب أساسي. ويلفريد سينغو أيضا، فرانكيسي لعب الميلان معروف، إبراهيم سانغاري أيضا لعب، بياس فيندهوفن الهولندي أيضا لعب خط وسط، بياس فيندهوفن معروف أيضا، سيرج أوري لعب توتنهام. منتخب كوت ديفوار منتخب يملك أرمادة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، مجموعة كبيرة من اللاعب المحترفين في أوروبا، نوادي ودوريات محترمة، إيطاليا، إنجلترا، هولندا، يعني فرق محترمة جدا، منتخب قوي. مقابلة الأولى مع منتخب سيراليون اللي قلت يعني عنده لاعبين مش معروفين، مع ذلك أنه عنده لاعب اللي يلعب في دوري البلجيكي أندرلخت، والمنتخب هذا يحاول يرجع في المنافسات الإفريقية بعد غياب طويل لمنتخب سيراليون. بالنسبة لغينيا الاستوائية عندها قلت لاعبين في بطولات مختلفة، سواء الإسبانية سواء درجة ثانية أو سواء البرتغالية درجة ثانية أو بعض النوادي في إفريقيا سواء في أفريقيا الجنوبية أو غيره. أيضا منتخب كوت ديفوار كما قلت منتخب عريق، منتخب معروف، كتاب مفتوح، نقدر نقوله منتخب كوت ديفوار كتاب مفتوح لنا، يعرفونا ونعرفوهم. مقابلة راح تكون قوية وقوية 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 جدا. المتأهل من المجموعة هذه راح ينافس المجموعة السادسة اللي فيها، يتنافس مع المجموعة السادسة اللي فيها تونس وفيها مالي وفيها موريتانيا وغامبيا. لكن ما يهمنا منتخب الوطني تاعنا وبطل إفريقيا، لا أنا يعني صراحة قلتها سابقا وتمنيته أنه يواجه
أقوى الفرق في مجموعته باش الطريق يتمهد ويكون سهل باش يوصل إلى النهائي وبالتالي الحصول على إن شاء الله على كأس أفريقيا الثالثة. الطريق شاق مش سهل، راح نواجه منتخبات كيما كوت ديفوار، منتخب قوي، منتخب يعني صراحة اللي يمتازوا اللاعبين تاعو بالقوة، القوة الجسمانية، السرعة، الفنيات، الانضباط التكتيكي، رغم انضباط تكتيكي رغم انه هذا المنتخب تعادل ومع بوركينا فاسو في بوركينا في عفوا في أرضية ميدانو في كوت ديفوار، وبعدها في الدقائق الأخيرة الست دقائق الأخيرة بس سجل هدف الفوز وانتهت المقابلة هدفين هدف لكوت ديفوار. رغم هذا منتخب عنيد، منتخب قوي صراحة، تعبنا معاه في كأس أفريقيا اللي فاتت، تعبنا معاه أيضا لظروف خارجة علينا، يعني حرارة، التعب للمنتخب الوطني، تنقل من ولاية إلى ولاية أخرى في مصر والمشقة السفر، هذه تأثرت على اللاعبين والطقس الحار. مرة هذه إن شاء الله يكون الاتحادية تعمل دورها خاصة في حجز الفنادق والفنادق الأقرب للمنتخب الوطني حسب هذه التقسيم نتاع مجموعات كاملة نتاع كأس أفريقيا، دير حسابها توفير كل الظروف المناسبة المنتخب الوطني. الشيء الآخر التحضير جيد، هذا هذه عمل ترجع عمل الناخب الوطني ليقرأ وينافس مقابلات الودية المنتخبات الأقرب لكوت ديفوار، سيراليون، وغينيا الاستوائية. إذن المجموعة ما إيش نقولوش يعني ما عدا كوت ديفوار، يعني نحترمو إحنا كل المنتخبات، ما نقولوش ضعيف وقوي ولا. إذا حبيت تروح بعيد في كأس إفريقيا تحترم كل المنتخبات وما تحقر حتى فريق أو تحقر حتى منتخب. إذا حبيت توصل لبعيد يجب أن نحترم كل المنتخبات، هذا هو سر التألق وسر الوصول إلى كأس إفريقيا. كأس إفريقيا اللي فات رحنا بثوب أن واحد ما هم رشحنا، كل المنتخبات الإفريقية كانوا يظنون أن نروحوا من الدور الأول أقصى حد دور ثمن نهائي أو ربع نهائي ونروحوا، وجبنا كأس إفريقيا لأننا كنا مش مرشحين، يعني ما كانوش مديرين الحساب على هذه. نقول عمرك ما تحقر فريق أو تحقر منتخب وتقول هذا المنتخب ضعيف، سيراليون ضعيفة، إفريقيا غينيا الاستوائية هذه حصالة، تقدرش تقول هذا الكلام. تقول الكلام هذا أثناء إجراء المقابلة في أرضية الميدان، في أرضية الميدان تختلف المعطيات. صحيح نحن أبطال إفريقيا منخافوا من حتى منتخب، لكن الغرور مش مليح، الغرور هو اللي قادر يقصينا لا قدر الله. إذا نحترمه كل المنتخبات، رغم أني قلتها ونعودها كنت نفضل أن نواجه منتخبات قوية باش يجينا كأس إفريقيا يعني والطريق تكون سهلة. معلش كوت ديفوار منتخب قوي، يجب التحضير من الآن والتحضير لتوفير الجو المناسب للمنتخب الوطني، خاصة الجانب اللوجستيكي والجانب التنظيمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. إذا بالتوفيق للمنتخب الوطني، الطريق طويلة نوعا ما لكن نقدروا لها إن شاء الله، والكأس الثالثة في الطريق إن شاء الله. إذا في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.